أيها الحضور الكريم، يشرفنا حضوركم لمشاركتنا الاحتفال بالذكرى 57 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، ويسرني أن أقدم أمامكم هذه الخلاصة المقتضبة حول حصيلة نشاط المفوضية بتنغير، وذلك في إطار محاربتها لمختلف الظواهر الإجرامية بشتى أنواعها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 ماي 2012 إلى هذا اليوم. في قضايا المس بالأشخاص، تم تسجيل 40 قضية، 36 منها تم إنجازها بنجاح، فيما 4 قضايا منها لا يزال البحث جاريا بخصوصها. قضايا المس بالممتلكات، عدد الشكايات المسجلة 152 شكاية، تم حل وإنجاز 120 والباقي في طور الإنجاز. وفي إطار محاربتها لجرائم المس بالأخلاق والاتجار في المخدرات واستهلاكها، وبناء على الاستراتيجية الأمنية التي تعتمدها المصلحة والمبنية أساسا على العمل المستمر والهادف، فقد تمكنت المصلحة من إنجاز القضايا التالية: 40 قضية تتعلق بالمس بالأخلاق، 16 قضية مرتبطة بالمخدرات وتم حجز ما مجموعه 1655 غرام من مادة الشراء، قضية تتعلق بالخمور المهربة حيث تم حجز 256 قنينة خمر، 7 قضايا تتعلق بتقطير وترويج مسكر ماء الحياة وما يصطلح عليه المحيا حيث تم حجز ما مجموعه 256 لتر صافي ومجموعة من اللوازم التي تستعمل في إعدادها. وارتباطا بهذه القضايا المشار إليها، فقد تمكنت المصلحة من إيقاف 304 أشخاص وتم تقديمهم أمام العدالة مرتبون على حسب جنسيتهم وجنسهم على الشكل التالي: عدد الذكور 235 شخص، من بينهم شخص واحد أجنبي فرنسي الجنسية تم إيقافه من أجل إهمال أسرة. عدد الإناث 52، القاصرين 17. أما على مستوى السير والجولان، وبالرغم من قلة الموارد البشرية واللوجستيكية، فقد تمكنت عناصر شرطة المرور من العمل على فرض احترام قانون السير وزجر المخالفين، بحيث استخلصت ما مجموعه 128800 درهم والذي تم إيداعه بالقبضة المحلية، فيما أحيل 38 محضرا على النيابة العامة للقيام بالمتعين قانونا في شأنها. وبهذه المناسبة نغتنم الفرصة لننوه بالمجهودات التي تقوم بها عناصر المصلحة بكل مهنية وتجرد والتزام وفي تناغم وتكامل تامين مع الإدارة الموازية. شكرا لكم على سعة الصدر وحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد العامل، أيها الحضور الكريم، بهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة والمهابة فأنعم بالوسام الملكي على موظف أمن بمفوضية الشرطة بتنغير. قضى معظم حياته خدمة للوطن وللأمن ولمدة تفوق 25 سنة بمدينة تنغير. إنه مقدم الشرطة رئيس مصطفى طويل، فليتفضل مشكورا. وتقدم السيد عامل الإقليم مشكورا على توشيح المنعم عليه. وبهذه المناسبة أيضا، وعرفانا بمجهودتهما التي قدماها للمصلحة بهذه المدينة، تتشرف مفوضية الشرطة بتكريم كل من حسين كوبي ومحمد أكاموس اللذين أحيل عن التقاعد. فليتفضل الحسين كوبي مشكورا لتسلم هدية رمزية من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تنغير. فليتفضل محمد.
محمد أكاموس مشكورا لتسلم هدية رمزية من السيد العميد الممتاز رئيس مفوض الشرطة. ديال الوزارة الكبرى كذلك معني الاتفاقية ديال ان شاء الله
في هذا الدرب من أجل توفير الوسائل الكافية كما أشرت إلى ذلك من البنية التحتية والوسائل المصرية حتى تتمكن من القيام بعمل ديالها في أحسن الظروف. مرة أخرى هنيئا لكم لنا جميعا بهذا اليوم وشكرا على المجهود التي بهذه المناسبة السارة كنتمتم السيد العام كذلك السيد رئيس المفوضية باش يتقدموا تقراوا القطعه الحلوه المهيئه باليوم. انا كل غير انا وياه. هو انت مرحبا بك.